السيدات والسادة، أهلا بكم. بدأ العد التنازلي للانتخابات النيابية القادمة والمنوي إجراؤها في الشهر الأول من العام القادم 2013. ومتابعة منا لهذا الحدث السياسي الهام، فإننا نطلق اليوم أولى حلقات برنامجكم التفاعلي المتخصص في متابعة ملف الانتخابات النيابية تحت مسمى برلمان 2013. نبدأ حلقات هذا البرنامج الليلة بالحديث عن الاستعدادات لهذا الحدث السياسي الهام، أي ماذا أعددنا له لوجستيا وفنيا حتى هذه اللحظة؟ إجراءات النزاهة والشفافية والمراقبة على سير العملية الانتخابية، مستجدات وداء الهيئة المستقلة للانتخاب والتعليمات التنفيذية لشروط الدعاية الانتخابية، بالمقابل كيف نقيم الأداء السياسي والحراك الشعبي؟ هل نلحظ حماسة أم فتورا؟ حراك المحافظات الانتخابي والحراك الحزبي كيف هما؟ هذه الأسئلة نطرحها اليوم على ضيفي في الاستوديو. نرحب بمعالي المهندس موسى المعايطة وزير التنمية السياسية الأسبق، أهلا وسهلا بك. وأيضا الأستاذ ماهر أبو طير الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا. أهلا فيك. معاليك، العملية الانتخابية قريبة جدا من موقع أو موعد إطلاقها الرسمي، المنوي طبعا فتح باب الترشح في 23 من هذا الشهر. نلاحظ أيضا التصريحات الملكية الأخيرة أن الانتخابات في موعدها. لاحظنا ارتفاع في منسوب الحراك الانتخابي بعد هذه التصريحات، كيف تقرأ معاليك بداية الدور الملكي وأيضا الحراك الانتخابي؟ يعني واضح أنه جلالة الملك في أكثر من مناسبة أكد على الانتخابات وأهميتها، وخاصة في الأسبوعين السابقين. نعم، ابتداء من الأمس مثلا في إحدى لقاءاته اللي نشرتها وكالات الأنباء في مجموعة من الشخصيات السياسية، أكد على أهمية المشاركة في السياسة، وأكد على أهمية مشاركة الحراك في العملية الانتخابية بحيث يكون له صوت وينتقل من الشارع إلى البرلمان. نعم، في النهاية التشريعات والقوانين وكل القضايا ومراقبة الحكومة تأتي من في البرلمان، ومهم مشاركة. هذا تأكيد على اهتمام جلالة الملك في الحراك الشعبي ودوره والمطالب التي يقوم بها. أيضا في مقابلة أنا أعتقد كانت مهمة جدا في جريدة الرأي، صحيح، والجوردن تايمز، تكلم سيدنا عن الحكومات البرلمانية ومفهومها، تكلم أن البرلمان القادم سوف يكون هو البداية لتشكيل هذه الحكومات، وسوف يكون هناك مشاورات مع مجلس النواب والكتل السياسية في اسم وشخصية رئيس الوزراء، ويقوم أيضا رئيس الوزراء المكلف بعد اختياره في مناقشة الكتل المختلفة في أسماء الوزراء، وهذا يؤكد على أهمية البرلمان القادم أنه سوف يكون الأساس في أيضا ليس فقط في السلطة التشريعية ولكن في تحديد شكل السلطة التنفيذية. صحيح هناك تأكيد، وأنا أعتقد وجهة نظر تم التكلم فيها وأظن سيدنا تطرق لها، أنه أن تكون يعني الحكومة البرلمانية تتطلب كتل وأحزاب سياسية قوية في الأساس. نعم، وتتطلب أن يكون هناك كتل قوائم معلنة مسبقا، وأنا ما بقصد بس القوائم الوطنية أينما أيضا الدوائر الفردية. نعم، معلنة بأسمائها وبرامجها، وإذا نجحت هذه الكتل تستطيع أن يكون لها دور أساسي في تشكيل الحكومات، وهذا إن شاء الله أن يكون هذا الوضع ممكنا في البرلمان. لكن بأي حال حتى لو لم يحدث هذا، هناك إصرار واضح أن يكون مشاورات، يقوم سيدنا بمشاورات مع الكتل الموجودة من أجل تسمية شخصية اسم رئيس الوزراء والوزراء الآخرين. نعم، فهذا بيأكد على أهمية ودور البرلمان القادم. نعم، أستاذ ماهر، ما هي العوامل التي تحدد برود أو فتور أو بالمقابل شدة الحراك الانتخابي؟ كيف نحدد أن الحراك ضعيف متوسط أو ممتاز؟ نعم، بطبيعة الحال أنه خلينا نستذكر الظروف اللي مرت على الأردن خلال العامين الفائتين. أولا في شعور عام عند الأردنيين أنه المجالس النيابية تم العبث فيها، تم تزويرها، وتم تدخل في إرادة النائبين، وكان هناك أيضا مال سياسي وشراء ذمم. فهي بالذات في برلمان عام 2013
2007 و2010، وهذا ترك أرضية يعني سلبية من التشويش بالذات في ظل ممارسات سلبية. وأيضا هذا الرأي حمل مبالغات في بعض جوانبه، يعني كل مرشح ترشح ورسب حمل الدولة مسؤولية رسوبه أنه تم العبث ضده وضد وأنه تم التزوير ضده من باب حفظ ماء وجهه أمام جماعته أو ناخبينه. في المحصلة تم خلق حالة انطباعية عامة أن الانتخابات دائما مزورة وملعوب بنتائجها. هذا أثر على وجدان الأردنيين بشكل عام وعلى رأيهم تجاه العملية الانتخابية. أيضا خلال الفترة الماضية احنا بنشهد عملنا ربيع عربي بين قوسين، ولكنه هو عمليا أيضا مع أنا تحفظ على مسمى ربيع عربي، دول تهدم، شعوب تذبح. لا تراه ربيعا؟ لا أراه ربيعا أبدا، وإن كان ربيع فهو ربيع دموي بطبيعة الحال، لأنه بنشوف عمالنا بنشوف الفوضى في مصر وإيش عماله بصير بسوريا وفي تونس وفي ليبيا، ففي مخاضات صعبة جدا ممكن تثمر بالنهاية عن مستقبل مزهر أو مزدهر، ولكن الوضع حاليا صعب جدا. كل هذا التقى ايضا بالمناسبه مع القرارات الاقتصاديه الصعبه، وانا ما بدي ادخل، ما مش معني ادافع عنها ولا اهاجمها، ولكن بالتاكيد تسببت بشكل عام القرارات الاقتصاديه بحاله رد فعل نفسي صعب جدا وعدم ثقه بالرموز، سواء بالعمل السياسي بالبرلماني باي، حتى باي شخص بيشتغل بالاعلام حاول يبرر هاي القرار لربما سقط في هاي الفتره في نظر الناس. اذا سالنا اليوم، اذا احنا رحنا سالنا اليوم المرشحين سواء كانوا نواب بفترات سابقه او مرشحين جدد، لخصوا المعادله معظمهم بالمناسبه ومن اتجاهات سياسيه مختلفه بتلخيص في غايه البلاغه كما يلي: انه النخب المسيسه من الاردنيين اللي لها تحفظات سياسيه ومتابعه بشكل دقيق قررت ان لا تشارك بالانتخابات لانه لها تحفظات على شكل القانون وعلى التمثيل وعلى المعادله وكذا. طيب اذا تركنا هاي النخب، رحنا احنا ما بدنا نقسم المجتمع طبقات، ولكن اذا رحنا لمعظم القاعده الاجتماعيه بمستويات الاقتصاديه والاجتماعيه المختلفه، يعني احنا النخبه محتجه وبعيد الاعتبارات. اذا رحنا للقاعده العامه ايضا كرد فعل نفسي ومن باب عدم الشعور بالجدوى ومن باب معاقبه العمليه الانتخابيه، في رغبة كبيرة بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، خصوصا بالمناسبة بعد رفع الأسعار الأخيرة. قبل رفع الأسعار كان في حالة تكاتف وطنية عامة، وملاحظ أن نسبة التسجيل كانت مرتفعة. صحيح. لأنه الأغلبية العامة من الأردن كمان شعرت بلحظة ما أن إفشال الانتخابات ليس من مصلحة أحد، ولا ربما يصب في مصلحة قوى سياسية تريد إفشال هذه الانتخابات. ولذلك ذهبت الأغلبية وسجلت، ولكن جاء قرار رفع الأسعار ليترك أثر نفسي حاد وصعب جدا. ولذلك اليوم نحن أمام شعار يقول علينا أن ننعش عملية الانتخابات، وهذا الإنعاش يتم ويجري بطريقتين أشار واحدة منهم معلي كلام جلالة الملك في مقابلاته، بيحرك الانتخابات بالمناسبة، بيحرك الأطر الاجتماعية والمسيسين وبيدفع الناس للانتخابات. وأيضا هناك واجب على كل الأطراف الأخرى بما فيه المرشحين أن يخرجوا القاعدة الشعبية أو الناخبين من حالة الكمون أو الحرد الاجتماعي ويذهبوا إلى الصناديق حتى لا يخسروا خسارة إضافية. بالمناسبة اليوم أنت حردان أو زعلان عمالك تترك مقعدك بمنطقتك بدائرتك بالمحافظات بعمان بأي مكان، بتتركه للي مش حردان وعمليا بتعاقب حالك مرتين، مرة انت باستنكافك، والمرة الثانية بترك القرار لأربع سنوات مقبلة بإيد غيرك. وبهاي الفترة ما بكون من حق حدا انه يروح يلوم او يعتب على البرلمان المقبل، لانه انا ما كنت من عملية صناعة مجلس النواب. والتصريحات الملكية كانت واضحة. واضحة. انا بس اذا سمحت اضيف نقطة اخيرة. نعم. انه واضح من اتجاهات كثيرة أن الانتخابات، أنا عندي تحفظات على غياب بعض القوى السياسية طبعا، بحب المجلس يكون ممثل لكل الاتجاهات في البلد، ولكن برغم ذلك أنا أعتقد أن احتمال التزوير أو العبث هذه المرة احتمال يكاد أن يكون منعدما لاعتبارات كثيرة. ألف عين مفتوحة، ألف طرف براقب داخل الدولة، أيضا هناك تحسس شديد من التزوير أو العبث. ضمانات الملك نفسها أيضا تم تكرارها مرارا وتكرارا هذه المرة أن العبث بالانتخابات هو خط أحمر. أيضا سمعة الأردن الدولي لا تحتمل لا سمح الله أن نضحي بسمعة هذا البلد من أجل خاطر فلان أو علان. نعم. يعني الأردن أهم من الأفراد في هذه الحالة. رح نطرق أكثر إحنا لتفاصيل موضوع دور الحكومة وقديش إنها ما تمس صلاحيات ودور الهيئة المستقلة في الانتخاب. معليك، من الواجب وجود دور للحكومة وأيضا للهيئة المستقلة للانتخاب بحث وتشجيع المواطنين على المشاركة. ما هي مساحة كل جهة وكيف لا تتعدى كل جهة على الأخرى؟ يعني حسب الدستور والتعديلات الدستورية الهيئة المستقلة للانتخابات هي المعنية والمشرفة على إدارة
يعني وإشرافا وإدارة نعم. عملية الانتخابات كاملة نعم. وواضح جدا أنها قامت بدورها لحد الآن بشكل ممتاز في رأيي أقل وفي رأي كثير من المعلقين الهيئة المستقلة في كثير من في القضايا نعم. الحكومة دورها دعم الهيئة فيما تريد أهم شغلة هي توفير اللوجستي لما تحتاجه الهيئة هذا واحد اثنين حماية الانتخابات من جميع بجميع الطرق حمايتها من أي يعني حمايتها شعبيا وحمايتها رسميا من العبث في الانتخابات كمان وزي ما حكى الأستاذ ماهر واضح جدا أنه هذه الانتخابات سوف تكون مميزة من هذه الناحية وأقصد النزاهة وخاصة الإجراءات التي اتخذتها بنحكي فيها بعدين يمكن نعم. اللي اخذتها الهيئة لأنه هذه قضية أصبحت مفصلية ومهمة ويجب إعادة الثقة في المؤسسات لدى المواطن في المؤسسات التشريعية نعم. للأسف فقد المواطن ثقته في المؤسسة التشريعية لأسباب كثيرة ومرات قد يكون مرات في شيء صحيح وفي شيء انطباعي احنا للأسف كثير من القضايا والوجهات النظر السياسية تقرر انطباعيا وتقرر بدون التدقيق في كثير من القضايا واحنا بنعرف هذه القضايا لكن المهم أن هذه الانتخابات هي بس معنيك عدم وجود نزاهة هاي سبب ردة الفعل هلأ في أسباب كثيرة حتى يعني مرات في مبالغة في هذه القضية وفي أخطاء ارتكبت صحيح الكل يعترف فيها ولكن بأكد أنه هذه الانتخابات أنا أتوقع أن تكون مثلا الواقع السياسي بالإضافة للنقاط طرحها الأستاذ ماهر الواقع السياسي يفرض ولا يمكن يعني خطر اللعب في الانتخابات خلينا نقول في المفهوم الواقع السياسي الموجود في الأردن في العالم العربي في المنطقة لا يمكن أن يسمح في هذا التدخل فالواقع السياسي سوف يفرض أيضا بالإضافة لجميع الإجراءات والتأكيدات الملكية نزاهة الانتخابات نعم. أنا بقصد بشكل رسمي هذا بيعتمد علينا أيضا إحنا كمواطنين لأنه كمان مرات بكون في شق آخر متعلق بالمواطن صحيح. في قضية قبول المال السياسي نعم. أو المال لما يسموه السياسي لأنه يمكن المال الرشوة هذا المال الانتخابي هو مال رشوة مال للأسف مسيء ويسيء هذه بتعتمد علينا في رفضه بغض النظر ما هي المبررات ما هي المبررات في النهاية أنت الأهم شيء أن بدأ أنتخب مجلس سوف يكون معني في جميع القرارات المصيرية اللي بتهمني الاقتصادية في عنا وضع اقتصادي صعب والكل نعم. بيعترف طبعا. في عنا صار اللي تكلمت وذكر رفع الدعم وهذا اللي بالنهاية ما حدا يعني ما حدا بحب يدفع زيادة لا أنا ولا أنت ولا أي مواطن راح يدفع زيادة في ظروف صعبة نعم. لكن في واقع تمر فيه الحكومة والدولة وخاصة الموازنة فرض هذا هذه القضية إذا أنت بهمك ناس يستطيعوا أن يناقشوا كل هذه القضايا ويضعوا الحلول المناسبة والبديلة من أجل أن تتحسن مستوى ومعيشة المواطنين إذا أنا إذا أنت تقبل أن ترشى معناته ما تتوقع شيء في المجلس القادم ما بتوقع هذا اللي رشاك واللي دفع لك المصاري أن يقوم بأي عمل لخدمتك لأنه في النهاية هو بده يعوض بالعكس قد يكون سبب لمزيد ومزيد من الفساد نعم. في رأي فإذا القضية معقدة أنا أعتقد أن يعني في النزاهة في من جانب الدولة الهيئة دورها إيجابي وبتشتغل الحكومة ليست معنية في الانتخابات المباشرة بأكد هي معنية في حماية وعملية إنجاح حماية الانتخابات بشكل عام وتقديم كل الدعم اللوجستي التي تستطيع أن تقدمه للهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات من هاي النقطة بدي أرجع لك أستاذ ماهر يعني خلينا نكون أكثر وضوحا ما هو المطلوب من الحكومة كي لا تمس صلاحيات الهيئة نعم إذا سمحتي لي بس بدقيقة واحدة صدق. بدي أضيف على كلام معالي المهندس نقطة كثير مهمة عادة الانطباع العام أنه الحكومات هي اللي بتزور وبتعبث وبتنقل بالصناديق وبتسهل نقل البطاقات الجانب الشعبي اللي حكى عليه هو الجانب الأخطر والمخفي لأنه ما حدا بيحكي عليه بدوش يزعل الناس يعني إذا إن يوم إحنا بنحكي على تزوير وعبث مش بس هذا الأمر منطبق على سلطة رسمية بتلعب بنتائج الانتخابات أيضا لما أنا ببيع صوتي ولما أنا بشتري سمسار بشتري أصوات ولما أنا بسلم بطاقات ولما أنا ببيع حالة الفقر اللي بعاني منها مقابل صوت انتخابي ولما بدخل في كل هاي المخالفات فهذا بيخذنا لنتيجة كثير خطيرة إذا كانت الحكومات بتعبث بالانتخابات كانت أو أجهزتها أيضا المواطن جزء في عملية هذه العبث خصوصا أنه أنا بشوف فلان بيشتري أصوات ما عمالي ببلغ ولا عمالي بمنع ولا حتى بستخدم رأي الدين أنه هذا محرم شرعا ولا الرأي القانوني أنه هذا غير جائز ولا حتى الرأي الأخلاقي العام أنه هاي ممارسات غير لائقة ولذلك التزوير أو العبث في عدة أطراف ليس فقط الجانب الرسمي تمام. هذا أولا ثانيا عودة إلى سؤالك نعم. بالنسبة لأعتقد أن الحكومة الحالية في بدايات خطاب رئيس الوزراء الحالي باعتباره رأس الحكومة دخل قليلا على مساحات معينة تخص الهيئة المستقلة للانتخابات باعتباره طرف
وصي عليها، طرف يأمرها، طرف تلتزم بتعليماته، ولكنه على ما يبدو سرعان ما تحسس ردود الفعل، بالذات انه ليست هي من اجهزته، هي هيئة مسمى اصلا مستقلة بموازنتها، بمصاريفها، بكل شغلها، بادواتها. المطلوب انا بعتقد من الحكومة ان تؤكد، تواصل التأكيد على أن هذه الهيئة مستقلة، لها كل أدواتها. وأيضا اليوم إحنا لما بنسمع عن أحد النواب أنه الهيئة أحالت بعض المخالفات اللي ارتكبها أو جرم ما في الانتخابات، مرشحين، بعض أحد المرشحين، أحد المرشحين حولته للجهات القضائية، اليوم إحنا من نراقب كلنا بدون جانب شخصي، ما في ثأر شخصي مع أحد، كلنا من نراقب هل سيحدث هناك تدخل سياسي لحماية هذا المرشح، هل سيحدث هناك ضغط على القضاء مثلا، هل سيحدث هناك لوم أو عتب على السلطة، على الهيئة المستقلة لأن أحالت هذا الشخص. هذا اختبار حقيقي بالمناسبة، وأنا أعتقد أن الحكومة عليها أن تدرك بالمناسبة أن أنجاح أن أي خلل أو جرم أو تداخل في عمل الهيئة المستقلة للانتخابات أو عدم تركها أو حتى إظهار الدعم الشكلي لها، ولكن التدخل يعني تحت المائدة بشكل سري عبر الاتصالات على الهيئة أيوة، هذا سيؤدي زي ما يمكن أنا حكيت ومع علي حكى، إحنا اليوم منظر سمعة الأردن مش منظر أشخاص ولا هيئة، اليوم الأردن كله تحت الأضواء طبعاً. هل سنعبر هذه الانتخابات على خير؟ وأيضا أنا بدي أحكي لك شغلة ويسمحوا لي، كثرة من المرشحين اليوم ما في واحد مرشح، اللي ما في مرشح نازل منتظم في تنظيم القاعدة ولا بتنظيم سري بآخر الدنيا ولا بحزب التحرير الإسلامي ولا كذا عشان أنا أروح أرسب وأنجح فلان، كلهم مرشحين بيختلفوا ببرامجهم بهوياتهم، مين ما يطلع حق صحيح. الناس أنا أقرر مين أنا أستهدف، ما عندي خصم بالمناسبة اليوم حتى لو أنا بدي أحكي إنه بدي يصير عبث بشكل أو بآخر، لمين بدك توجه العبث؟ صفة انك بدك تنقي اثنين بنفس المواصفات من منطقة واحدة، من بادية، من مدينة، من قرية، من اي مكان، فلماذا تدخل المؤسسة الرسمية وسط هذا السباق بين ابناء بلد واحد واتجاهاتهم متشابهة او مختلفة مدام كلهم تحت مظلة القانون؟ ولذلك اصلا ما في بالمناسبة، يجب ان لا يكون هناك دافع للتدخل. والحكومة من الان، انا بعرف انه في ناس بروحوا لرئيس الوزراء بيحاولوا ياخذوا مباركته انه ننزل للانتخابات وانه ايش رايك كدوله الرئيس وايش كذا، واعتقد انهم عمالهم بصدوهم بشكل او باخر. نعم. ولكن الاختبار الحقيقي بالمناسبه هو على الارض وعلى الميدان وليس عبر الكلام، لنرى الايام المقبله هل ستتمكن الهيئه المستقله للانتخابات من انفاذ القانون تجاه بعض المخالفات الجرميه التي يرتكبها بعض المرشحين. نعم. ام ان هذه الهيئه ستتراجع تحت وطأة الاتصالات والخواطر والطرق المعتاده في تعاملاتنا اليوميه. على أي حال نحن سنوجه هذه الأسئلة غدا للسيد حسين بني هاني، سوف يكون ضيفنا في حلقة الغد. إذا بتسمحوا لي، كاميرا رؤية تجولت أيضا في الشارع وأخذت عينة من آراء المواطنين حول سؤال، وهو شو النائب اللي بدنا إياه، نائب خدماتي ولا سياسي؟ خلينا نشوف ونرجع نعقب إن شاء الله. من تجاربنا السابقة وهي كانت تجارب قاسية جدا، وتختار العشيرة ابن العشيرة وتختار لمصالح معددة ومصالح شخصية، أفرزت بالسابق مجالس نواب لا تتمتع بصاحبة أو أن تكون صاحبة قرار سياسي، وكانت على المدى النواب خدمات، لكن نأمل الوقت أنه يكون في ثقافة حزبية وثقافة أنها تخرج الشخص المناسب اللي يهتم بقضايا البلد، ولا يكون نائب خدمات فقط في زمن نحتاج فعلا أن يكون هو ممثل للشعب بحقيقة أوسع. لخدمات طبعا، لأنه سياسي ما عدم وقت، احنا بدنا خدمات الوقت الحاضر، زي ما انت عارف الغلاء وغلاء المحلات، غلاء الأجار، غلاء المعيشة، طبعا خدمات يعني مش هيضبط معنا سياسة الأيام هاي. والله الأفضلية للخدمات طبعا، بما أنه إذا كان نائب خدمات من خلاله تستقبل الأمور السياسية، لأنه أي عامل سياسي أو أي محرك سياسي للحركات اللي صارت بالأخير هي أسبابها خدماتية بالأساس، يعني الغلاء، القوانين المالكية للمستأجرين وكل القوانين. لا بفضل الله يخدم المنطقة أكيد طبعا، نعم، لأنه الوضع الحالي اللي احنا فيه هلأ صعب كتير، يعني كل إنسان بيدور على مصلحته الوضع الحالي اللي احنا فيه هلأ. بالرغم من الحراك السياسي اللي عم نشهده بالشارع، الناس عم تطلب نائب خدمات، رأيك معليك؟ يعني هو مفهوم اللي سمعته هلأ أقل ما في ملتبس بالخدمات، يعني مفهوم ملتبس، لأنه
ما هي الخدمات اللي يقدمها؟ هي خدمات انه يتواسط يوظف او يجيب معونة او شيء؟ الخدمات العامة التي متعلقة في المنطقة، زمان كان فتح شوارع، مركز صحي، مستشفى، جامعة، هذا موجود اصبح في كل الاردن، يعني فيش محل ما في عندوش شارع مزفت ومراكز صحية. مش هلا نتكلم عنه الاخوان، شيء ثاني. هذا يعني نائب اللي احنا بنحكي عنه، غلاء المعيشة والاسعار وقانون ملك المستأجرين، النائب المطلع والسياسي هو الذي يساعد في ذلك، وليس هاي مش خدمات. هذه يعني قانون، يعني مفهوم مغلوط، مغلوط لا مو ملتبس لمفهوم الخدمات. لا، هو هلا قانون ملك المستأجرين بضر منطقة معينة، بضر نائب الكرك اللي يتصوت مع هذا القانون، او نائب مش يأثر على المستأجر في عمان واثر على المستأجر في اربد واثر على المستأجر في مخيم البقعة وفي قرية بتير وفي غيرها. يعني انا بحكي يعني اذا انت تطلب بالذات، يعني اللي عبروا عنه المضمون الكلام، هم يريدون نائب سياسي يناقش التشريعات ويناقش مصالح الناس. في النهاية هناك مصالح مختلفة، علينا ان نفهم، علينا ان نختار النائب الذي يمثل مصلحة مختلفة في المجتمع، في مصالح مصلحة المالك مختلفة مثال، ومصلحة المستأجر مختلفة. رأيك أستاذ ماهر باللي شفناه؟ انا بعتقد انه النائب الخدمات صار، يعني انا ما بدي نائب معقب معاملات صراحة. يعني لما بتحكي عن نائب خدمات، كان زمان يحكي بخدمات عامة، يجي على ما على دائرته بالكراك يحكي عنها، او على المحافظة كاملة. نعم. ولا ربما في حالات يحكي عن كل المملكة. هاي بيحكي تحت عنوان التشريع او الرقابة، بيحكي عن خدمة لها علاقة بالجمهور العام سواء بمنطقته او بكل المملكة. اليوم دور النائب بالمناسبة تكسر بالتدريج، لانه لو راح كنائب وقعد نائب مسيس وبيحكي بس بالرقابة وبالتشريع، تحت ضغط دائرته الانتخابية وطلبات الناس وظروفهم الاقتصادية الصعبة، بدأ دوره يتحول بالتدريج من الرقابة والتشريع لدور النائب الخدمات الفردية، اللي هي تعيين وظيفة، إدخال على مستشفى، طلع واحدة من السجن. وأنا بعتقد أيضا الحكومات ساهمت بتشويه دور النائب، لأنه النائب إذا كان بترك دور الخدمات ومعقب المعاملات واجى بده يشتغل شغله عن جد رقابه وتشريع، واحتاج الحكومه او اي وزير، وبقدر معلي صحيح اذا كنت غلطان انا هون، كانوا يسكروا عليه. يعني انه انت كان يشاغب على الحكومه في مجالات محدده، بكره يحمل كتاب بده اعفاء في العلاجي او كفاله شخص موقوف بشكل ظالم، تسكر عليه كل الابواب، فيضطر في هاي الحاله يتخلى عن دوره السياسي اللي هو الرقابه والتشريع، ويرجع لاطار دور الخدمات حتى يرضي قاعدته الانتخابيه. لانه ايضا الناس عمالها بتحاسب النائب لما يجي ترشح مره ثانيه، وعمالهم بيحكوا له انت ما ساعدتني، انت ما شغلت، انت ما لما اجيناك ما كذا. نعم. فايضا انا بعتقد في تشوه في كل القضيه، وانا بعتقد انقاذ الحياه السياسيه الاردنيه، انقاذها الحقيقي اليوم، نعم، انه سواء الناخبين او الدوله او النواب المقبلين على الطريق، انه نرجع للمهمات الاساسيه المحدده بالبرلمان. انا ما بدي معقب معاملات. نعم. بدي واحد يحكي قضايا عامة سواء دائرته، محافظته، كل المملكة. كلامكم هذا بقودنا للحديث حول موضوع ما هو المطلوب من المجلس القادم، شكل مجلس البرلمان القادم، وأيضا مدى تأثير وجود الأحزاب فيها، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أعزائي، نرحب بكم من جديد في أولى حلقات برنامج برلمان 2013، ونتابع الحديث مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ ماهر أبو طير وأيضا معالي المهندس موسى المعايطة. ولكن أود التنويه بأنه ابتداء من يوم غد، حلقة الغد، سوف نرحب بتعليقاتكم ومشاركاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك رؤيا نيوز. عودة لمعالي المهندس موسى المعايطة، إذن ما هو المطلوب من المجلس القادم؟ يعني ببساطة جدا، ما هو المطلوب من أي مجلس نيابي منتخب مباشرة من قبل المواطنين بهالفترة الحساسة؟ شو المطلوب؟ يعني القضايا كثيرة ومهمة جدا. أولا كما قلت، إعادة ثقة المجلس، إعادة ثقة المواطن في أهم سلطة موجودة، وهي السلطة التشريعية. نعم. لأن في الديمقراطية هذه سلطة تمثل المواطنين في النهاية بغض النظر. اثنين، هناك كثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي تواجه الأردن، وهناك كثير حكوا الإخوان عن غلاء المعيشة، وحكوا عن كثير من القوانين اللي بتؤرق بال المواطنين. إذن هذا المجلس بده يناقش قانون ضريبة الدخل، سيدنا حكى عن قانون ضريبة الدخل وعيد بحثه التصاعدي، بحيث يستطيع أن يعني قانون ضريبة يكون عادل ودستوري ومتدرج، الذي من أجل المحافظة على الاستقرار والأمن، الذي يملك أكثر عليه أن يدفع أكثر، والفقير عليه أن يدفع أقل، وهو قانون ضريبة التصاعد. هذا مهم أن يكون هناك رؤية، عشان هيك هذا بأثر على كل المواطنين. اللي بقول لك خدمات بديش عايشني، ما هي فرق بالضريبة إذا جاب له 200 ليرة مساعدة بتفرق معاه في قانون الضريبة، بروح كل المصاري اللي استفادها. قضية أخرى، التربية والتعليم،
يجب كمان هناك كثير من القضايا التي يجب أن تناقش في التربية والتعليم، وقضايا القوانين المتعلقة في التربية والتعليم في المدارس الخاصة. أنا أمثلة بحكي، قانون المالكين والمستأجرين، نعم، قانون الضمان الاجتماعي، وهو الذي هو صندوق، يعني قانون الضمان الاجتماعي هو صندوق ادخار الشعب اللي بنعتمد عليه كلنا، نعم، في المستقبل في 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 التقاعد، في قضايا سياسية مهمة جدا، في قضايا التطوير، في الاستمرار في عملية الإصلاح السياسي، في عندنا قانون انتخاب بده يناقش في المستقبل لأنه في وجهة نظر. تسمح لي أنت لموضوع القوائم العامة أيضا إذا سمحت. يعني هلا يعني قانون الانتخاب، وأنا كنت أتكلم وهذا جزء مهم جدا، وقوانين الإصلاح السياسي صحيح تم إنجاز كثير في الفترة السابقة. نعم. قانون القوائم النسبية، هذا القانون أنا أو النظام الانتخابي الذي أدخل القائمة النسبية هو نظام مهم، لكن وفي كل العالم، في كل دول العالم التي بدأت في الديمقراطيات، يعني هو يستعمل في 61% من الدول الناشئة في الديمقراطية، لأنه مهم من أجل تشكيل وتطوير أحزاب سياسية تمثل المصالح المختلفة والمتناقضة ومرات والمتناحرة داخل المجتمع، لكن عن طريق بشكل سلمي عن طريق الانتخابات، ولا منذبح بعض، يعني بقصد بالمفهوم العام، بصير يعني زمان تحل هاي الاختلافات بالانقلابات بالحروب الأهلية، لا، في الديمقراطية. بنلاحظ في الدول الشرقية قائمة نسبية نفس النظام هذا أدخل مباشرة في 89 في 90 في الانتخابات، من أجل أنه كمان ما كانش في أحزاب سياسية، كان في شمولية وكان حزب واحد، هذا أدى إلى تشكيل أحزاب سياسية. طبيعي في البداية كان في 40-50 حزب، لكن في النهاية هلا بعد 20 سنة توصلوا أن يكون هناك تيارات رئيسة في الحزبية من اليسار إلى اليمين مرورا بالوسط تمثل المصالح المختلفة داخل المجتمع. وهذا ما أكثر من مرة ذكروا جلالة الملك وأكد عليه. هلأ القائمة النسبية عندنا للأسف في عندنا إشكالات كثيرة، وهي تعتمد على المجتمع. فقدان مفهوم العمل الجماعي لفترة طويلة في آخر 10-20 سنة، يعني للأسف، وتركيز على عمل الفردي والخلاص الفردي للمواطنين وللأحزاب والسياسيين، أنا بحكي وللنخب السياسية، قاعد بيعمل مشكلة، لأنه فيش فقدان للعمل الجماعي على أساس أن أنا بشتغل في جروب مع بعض سواء حزب أو تيار معين من أجل أن أحقق أهداف سياسية واقتصادية. ولكن هذا المستجد على الانتخابات الأردنية هل سيزيد من المشاركة؟ هذا القضية بدنا نحكي عن القائمة بس مشان نفسر شو هي. نعم. أولا، ثانيا، في مشاكل تواجه تشكيل القائمة حتى في داخل الأحزاب، عدم وجود أحزاب سياسية قوية. يعني عادة القائمة النسبية في العالم الحزب ما عنده مشكلة، الحزب اللي بيجي الأمين العام هو منتخب أصلاً من الحزب، بكون رأس القائمة، ومن ثم يتم انتخاب أعضاء الحزب، ينتخبوا ترتيب القوائم، لأنه كما تعرفين هناك ترتيب طبعاً. قائم إذا طلع لي 3 مقاعد بأخذ أول ثلاثة حسب الله. نعم. هاي صعب الاتفاق فيها حتى داخل الأحزاب، وبنلاحظ عندنا لأنه فيش حزاب مستقرة سابقاً للأسف علينا، ولكن ومع ذلك هو المدخل الوحيد في رأيي. هلا ممكن الناس يحكوا قائمة نسبية مغلقة أو قائمة نسبية مفتوحة، هذا بدها نقاش، مع التجربة تؤكد صحة هذه المقولة أو عدم صحتها، لكن في النهاية هي مدخل لتأكيد العمل الجماعي، لتأكيد أن يكون هناك برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تجمع عليها الناس، مش فقط لأنه أنا بدي أجيب واحد من الكرك، واحد من إربد، واحد شركسي، واحد مسيحي، واحد من عشيرة كبيرة. الهدف الأساسي من القوائم هو الوصول إلى برلمان يمثل كتل سياسية لها برامج، لها لون سياسي، برامج اقتصادية اجتماعية. هل لها بيزيد؟ طبيعي راح يزيد أنا في رأيي من المشاركة. نعم. يعني وهذا بتعتمد على شكل القوائم التي سوف تبرز. لحد الآن القوائم مش عارفين فيها، يعني لحد الآن نحن نسمع في أحزاب شكلت قوائم لكن لم تعلن عنها نهائية. مدى جاذبية هذه القوائم للناس كمان مهمة، هذه القضية طبعاً. الأشخاص والبرامج. نعم. هل بدهم يشوفوا تغيير الناس في النهاية، بدهم يشوفوا تغيير في المرشحين تبعونهم، هذا التغيير ممكن أن يحصل أكثر في القوائم من عن دائرة الفردية، لأنه شيء جديد. نتمنى بالفعل أن تقدم قوائم تمثل جميع التلوين، ويشعر المواطن يختار ماذا يريد، لكن يشعر أن هناك تغيير. نعم. وهذا كلنا بنعرف فيها أنا، يعني أنه الناس طواقة للتغيير بحيث يكون مجلس نواب تثق فيه. نتأمل أنها تنجح هذه التجربة، لأنها هي المدخل. نعم. الوحيد في المجتمع الأردني لتشكيل في المستقبل أحزاب سياسية، لأنه هذا هو حل، لا يوجد ديمقراطية بدون تعددية. نعم. سياسية. أستاذ ماهر، إذن بنقدر نحكي أنه ضعف العمل الجماعي واحدة من التحديات أمام القوائم العامة، هل ترى تحديات أخرى؟
نعم التمويل المالي، انا اسف سيد في قضيه مهمه وهذا تم اكتشافها بنحكي فيها اذا ممكن. لا لا التمويل طبعا، تمويل القوائم. انت لما بتطلع على المشهد هلا يعني على مستوى الحزب، طبعا جماعه الاخوان المسلمين قاطعوا الانتخابات، نعم، فكان بامكانهم ينتجوا قائمه مهمه على مستوى الاحزاب. انا حسب معلوماتي بس حزب التيار الوطني وحزب جماعه التيار الوطني وحزب الاتحاد الوطني عمالهم بجهزوا قوائم رح يعلنوا عنها خلال الايام. انا بعتقد التحدي هل اجي انا اصف مجموعه اسماء اعبي القائمه واطرحها، هون التحدي بالمناسبه، لانه ممكن اسماء تدمر القائمه كامله، ممكن في اسماء يكون تاثيرها يراهنوا عليها بتاثير مهم انها تنحمل القائمه ويكون دورهم في غايه الضعف او دور التشويش او يرتكب اخطاء محدده. ايضا الجانب اللي حكى عليه معالي المهندس، الجانب المالي، لما بتحكي انت على قائمه ممتده في كل المملكه واسماء بدك انت تختارها وما في بينها بالمناسبه تنسيق مسبق، ما اشتغلوا على مدى سنه سنتين وثلاث، يعني عمل ممتد وفي بينهم لغه تفاهم ومؤثرين ايضا في 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 مناطق كثيره ومعروفين، هذا عماله بترك دور. الحملات الانتخابيه راح تكون اعتقد مكلفه جدا، مكلفه بتحكي على مبالغ طائله، ما بيقدروا ناس عاديين يدخلوا على هيك على هيك وضع بدون ما يكون وراهم مزود مالي، انا بحكي لك، او حتى هم منهم كافراد. النقطه الاخطر في كل الموضوع وهي خلينا نعترف فيها احنا، انه الجمهور فردي. نعم، انا متعود تاريخيا حتى باطار المعاملات بروح بختار رئيس، بدي واحد لرئاسه البلديه، بدي واحد للبرلمان، بدي واحد من عشيرتي او عائلتي او منطقتي يجي وزير، ما في. حتى شوفي انت لما بختاروا وزراء راسا بروحوا يقسموهم كوتات، هذا شمال جنوب وسط اصوله منابت كذا، كله بيخضع لتقسيمات غير سياسيه انا برايي، وانا ضدها بطبيعه الحال. ولكن الجانب الفردي هذا بيعكس الجانب الفردي بشخصياتنا، في جانب فردي ما بتلقي اليوم في الثقافه العامه انه اقول انا موسى المعيطه وزير تنميه سياسيه ممتاز، انا بيمثلني بادائه، بيمثل كل الاردنيين بادائه، راسا بيخضع بيخضع في عن جزء من الجمهور، بلاش الجميع، عن جزء من الجمهور لتقسيمات محدده بتخليني ارضى عليه او ما ارضى عليه. هذا الامر بيمتد ايضا للممارسات الاخرى. هلا بكره بحكايه القوائم نفس المشكله اللي راح تتكرر، بالمناسبه راح تتكرر، حتى لو هم لقيوا توليفه كثير كويسه الجمهور مش كثير مستوعب في حكاية المنتخب أو الفريق اللي بيجي مع بعضه، ويمكن يكون راضي على جزء من القائمة مش راضي على جزء من القائمة، ويمكن يكونوا تحفظات على بعض الأسماء. وأنا أعتقد أنه أنا مبدأ أبالغ البرلمان المقبل بالمناسبة لن يفرض حكومة برلمانية، أنا يعني معلش أنا بحكي لك بصراحة، حكومة البرلمانية إلها شكل وإلها اشتراطات وإلها بدها يكون في كتل وتراكم طويل الأمد. أما أنه بكرة أروح أنا أشاور النواب إيه والله بدكم مدد لعبد الله نصور ونبدا نكلفه لنجيب موسى المعايطه او معروف باشا البخيت او طاهر المصري، مين ما بدك ايا كان، واقول والله حدث التشاور وكتل شكليه وطلع بقول هي حكومه برلمانيه وادخل شويه نواب كوزراء ادمج ارد اعمل دمج بين في اشكال كثيره للالتفاف على مشكول على شكل الحكومه البرلمانيه. ولكن خلينا نكون صادقين وصريحين، احنا امام تحدي كبير لتغيير. التغيير لا يحدث بالنص القانوني فقط، التغيير يحدث في الذهنيه. نعم. ولذلك احد اشكال التقصير الجاريه حاليا انه ما انشغل على شغلتين، على حث الناس على التصويت من حيث المبدا، ما انشغل كثير على الخفيف، وما انشغل على فكره القائمه، ما انشرحت كثير وايش معنى قائمه وايش يعني العظم علشان بكره اطورها. ولذلك انا كل مخاوف اليوم ان تسقط فكره القائمه، انا ما بحكي هي لها حصه اوريدي، نعم، فما بتسقط من ناحيه الشكل، ان تسقط كفكره جمعيه تجمع الاردنيين ولا تكون قابله. جميل. للتطوير. جميل. صحيح. انا طرحت عليكم سؤال، شو المطلوب من المجلس القادم؟ نحن طرحنا نفس السؤال على مجموعه ايضا من المواطنين، نتابعها سويا. طبيعة المجلس وتشكيلته هي التي ستحدد مهمته ومسؤولياته. نتمنى يعني ألا أن تكون هذه الفرصة فرصة مناسبة وذهبية وتاريخية، وأنا أعتقد أنها تاريخية لكي نرقى بالعمل المؤسس الديمقراطي في البلاد. في هناك قضايا كثيرة، يعني مسألة لا توجد قضية محددة، هناك يعني التحدي الاقتصادي مثلا في الأردن هو تحدي كبير جدا،
وجميعنا يعرف الظروف الاقتصادية. لدينا أيضا تجذير أيضا عملية الإصلاح، يعني ليست مسألة يعني يوم أو يومين أو كبزة زر وبنتهي الموضوع فيها. أيضا عملية تجذير الإصلاح وتغيير القوانين وتعديلها، وحتى من يعترض على بعض القوانين كان يذهب إلى قبة البرلمان ليغيرها. يعني والله أنه يعني حسن من وضع البلد، لأنه وضع البلد هسه صار شوي أزمات كتير بكل المشهون، بس يعني في كل أنحاء يعني نحكي كنا حل العالم، يعني في وضع متضعضع، وان شاء الله نطلب انه يعني من تغيير يعني من النواب انه ان شاء الله يكون وضع احسن ويخدموا البلد اكثر، انه ينجز مثلا فرص عمل للشباب. شغلات كثيره مثل عدم مؤاخذه، يعني انه تحسين اوضاع البلد، الاستثمار، انه الشباب بدل ما هم عدم مؤاخذه يعني الواحد يوصل عمره 30 35 سنه وهو لسه مش مأمن لا حق جيزه ولا حق شيء، يعني ولا شغال ولا اي شيء، يعني انه يحسن ظروف الشباب، يحسن ظروف اهل المعيشه في اهل وضع البلد. اما بالنسبه للمجلس القادم بودنا يكون احسن مجلس اولاني ويلبي طلبات الشعب والمواطنين. يعني منلاحظ انه معظم المطالبات بتلف وبتدور حول الموضوع الاقتصادي. بالنهايه المواطن يعني شخص بده له مثل ايش، بده يعيش، بده يتجوز. شفنا واحد منهم يعني بيطرح هذا الموضوع. صحيح. يعني ما عليك شو رايك؟ يعني في العالم كله الاساس المواطن العادي، من السويد لفرنسا لاستراليا للاردن لمصر، بهمه مستوى معيشته. نعم، بهمه كيف يامن إله لأولاده مستوى لائق ويأمن على الطاولة أكل وشرب لهم ويدرسهم ويطببهم، وهذا إشي صحيح ومية بالمية. لكن من الذي يقرر ذلك؟ هذا يقرر لحاله؟ السياسي هو الذي يقرر. السياسي هو الأساس في النهاية. شو وجهة النظر الاقتصادية اللي تطرح؟ شو وجهة نظره حول كثير من القضايا والقوانين والتشريعات اللي بتأثر على الوضع الاقتصادي؟ فرص عمل، ضريبة دخل، ضمان اجتماعي، دور الحكومة في خلق هذه الفرص عن طريق مشاريع صغيرة مشاريع كبيرة، بعرفش جلب استثمارات، دور الحكومة في القطاع العام، كل هذه القضايا هي الأساس، ولكن أساسها هو سياسي. يعني هم الإخوان مزبوط، هسا لما تطلع استطلاعات الرأي بيجوا بيقولوا 80% معظم الاستطلاعات مهتمين في الوضع الاقتصادي والمعيشي. 100% صحيح. مين يعني مين أساس هذا؟ هذا النخب السياسية بتفكر سياسية في العالم كله، من أكثر الدول الديمقراطية كل الأردنيين يعني. لكن في النهاية، لكن هذا 80% في النهاية لازم يعرفوا أن السياسي هو الذي يؤثر على مستوى معيشتهم. يعني رأي أحد المفكرين، الخبز اللي بناكله معجون كله بالسياسة. والسياسة ما بقصد أني أصير أنظر ماذا يجري في نيكاراغوا. العمل السياسي هو مقصود فيه مش فقط أن ناقش سياسة، العمل السياسي له متعلق في وضع الخطط ومراقبة التشريعات وكل السياسات العامة اللي بتهم الدولة. يعني مش سياسي أنا بدي أنظر سياسي، مش مهم واحد يطلع والله بيعرف فيما يجري، مهم منيح بكون فيما يجري في مصر منيح أنه بيعرف، لكن الأساس السياسات العامة التي تؤمن وتطور الدولة، السياسات العامة التي تساهم في بناء الدولة المدنية الحديثة، وهذه قضية مهمة والناس كلها بتطالب فيها، الدولة المدنية الحديثة اللي مبنية على أساس سيادة القانون. هلأ على يعني النائب هل دوره أنه يعني يطلع فلان من المخفر ويزين؟ إذا في قانون ما بصيرش أصلا يقوم بهذا الفعل. يعني القانون يجب أن يسرع الجميع. أنا بقصد في القضايا يعني الجنائية والجرمية يعني. سيادة القانون يجب أن يطبق القانون على الجميع بعدالة. إذا مش شغلة النائب ولا شغلة النائب إذا كان هناك ضررا مش صحيح ممكن أن يدافع عن المواطن، وإذا كان مقصود في الإيذاء. لكن في النهاية أساسه هو العمل العام المواطن، وهذه القضية لازم تخلص من رأس الناخب. إنه وظائف ما في بالإمكانية يقدم وظائف، وتقديم الوظائف بالواسطة هي فساد. مش بيحكوا على الفساد؟ مش هناك حراك يطالب مكافحة الفساد؟ هذه قضية فاسدة. لأنه أنا إذا بعين الأستاذ ماهر بالواسطة تعين على حساب واحد ثاني طبعاً. قد يحق له. هذه قضية أخرى. وبعدين المال العام يجب أن يوزع على أساس قوانين وأنظمة. ما بصير أنا أعطي واحد 100 ليرة أو واحد 200 ليرة أهدية. هذه إذا ولازم يجب أن نفهم جميعا هذه القضية إذا كنا بالفعل نريد أن نحسن وأن نبني وأن نطور دولتنا. دولة 90 عام بنت كثير
هناك كان يعني كثير يحسدوها من الدول العربية وبرا في هذا التطور لما يجوا يشوفوا علينا نحافظ عليه وأن نطوره للمستقبل جماعا. لكن هذا كمان مش بس الدولة مسؤولة عنها، يعني هذا المجتمع مسؤول. حط أحسن قوانين، شو انتخاب، نحكي عن قانون الانتخاب، القائمة النسبية، المجتمع قاعد بيغير من الهدف الأساسي من القائمة النسبية طبعا. التي نجحت في كل العالم. إذا مش الدولة كمان، احنا كمواطنين يعني كمجتمع البلد بلدنا مسؤولين، واحنا كلنا معنيين باللي انت بتحكي معنا، والنائب اللي بنتخبه انا في النهايه نعم. هو الذي قرر مصيرنا نعم. فاذا بنتخب فقط لانه والله حقك تنتخب ابن عمك، بس انتخب ابن عمك في كذا ابن عم اللي منيح، كلنا اولاد عم يعني حقك، انا ما بقول لا، حقك تنتخب يعني شخص بس مش هل هو الانسب. ما بصير بعدين يعني تبيع صوتك تيجي تقول لي شو عملت الدوله، تبيع صوتك شو تقول لي شو عمل البرلمان، تبيع صوتك او تنتخب بس على اساس هذه القرار وتقول والله انتخبنا يعني هي عنزه ولا طارت في النهايه. استاذ ماهر، رايك بمطالب ورؤيه الشعب؟ لا لا يعني مستحق اختلف كثير مع علي المهندس، بس انا بحكي لك احنا ليش ما نحكي الليله بصراحه. احكي يعني بكره بيجيك نواب نوعيه كويسه بقول لك وين، ليش ما تشتغل رقابه، ليش ما تشتغل تشريع، ليش ما تدخل لي على القوانين المهمه؟ يعني هلا اللي بده خبز واللي بده وظيفه واللي بده يتجوز ما في شيء اهم. عندك الملفات المؤجله في البرلمان والناس غاضبه بالمناسبه على هذا التاجيل، ملف قانون المالكين والمستاجرين، ضمان اجتماعي، اعتقد ضريبه الدخل اللي هي ايش عمالهم بيحابوا البنوك والمصارف وعلى والاغنياء على حساب ايش، على حساب الطبقات الفقيره والوسطى. اذا اجى بكره نواب بالمناسبه وعالجوا هاي الاختلالات العامه، المنافع راح تتوزع بشكل طبيعي. بكره بصير اذا عالجوا ضريبه الدخل بكره بيؤدي لتوفر سيوله في الخزينه، بيؤدي لتوفر وظائف، توصل المنافع لكل الاطراف. ولكن احنا ننتقد انفسنا وما نظل نرمي على هالعلاقه. خليني احكي لك انا هلا بكل بساطه بيجوا نواب، احنا كناخبين نتولى تدميرهم خلال اول 6 اشهر، بعدين بصير اللوم فيهم. انا بحكي لك من حيث المبدا، طلبات توظيف، طلبات تعيين، واسطات، شيكات عشان الرسوم الجامعيه. اوكي في وضع صعب، انا ما بحكي لك في وضع صعب جدا، ولكن كيف ممكن اليوم نائب يوقف بكره في وجه الحكومه في قانون المالكين والمستاجرين او في قانون ضريبه الدخل او في قضايا اخرى وهو حامل في ملفه 500 معامله لمواطنين، وبكره الحكومه بتسكر عليه والوزير بسكر عليه، بضعف في منطقته، بصيروا يلوموه، برصوا بالانتخابات الجايه. فعمليا يتعرض هو للضرب. هذا النائب الكويس، بس في نواب مش مناح طبعا. النائب المنيح يعني بهاي الحاله يتعرض لضغط شديد من الناخب. هل ممكن احنا اليوم في الاردن نقول انه هذول احنا نساعد النواب، نقول بدنا نواب رقابه وتشريع يشتغلوا سياسات عامه، ومن خلال السياسات العامه بيندخل على شؤون الناس عامه، وايضا بيكون هناك رقابه على المال العام. حكى كثير نقطه مهمه بالمناسبه، لما انا كنائب بشتري صوت وبعطي صوبة وحرام، خلاص دفعتك الثمن، حل، ما بدي اشوفك اليوم انا، دفع له، انت اخذت رشوتك مع السلامه، ما الك عندي. بغير رقم موبايله، بغير عنوان بيته، وبيختفي. والمليون دينار اللي صرفهم نعم. بالحمله خلال 6 اشهر بده يجيبهم، بطلعهم نعم. برخصه بير ميه. هاي معاناتنا خلال سنوات سابقه لا شك، حديث في غايه الاهميه، وسوف نتابع هذا الحديث ونحكي اكثر عن دور الاحزاب بعد الفاصل. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في أولى حلقات برلمان 2013، وكنا نتحدث قبل الفاصل مع ضيفي عن موضوع مدى تأثير التواجد الحزبي، إن كان عبر القوائم العامة أو عبر الأشخاص المستقلين في شكل البرلمان الجديد. طرحنا هذا السؤال على المواطنين، عينة من المواطنين، كيف تتوقع التواجد الحزبي في البرلمان الجديد، شكل التواجد الحزبي بشكل عام. فلنشاهد بعض الآراء ونعود للتعقيب مع ضيوفي الكرام. للأحزاب سواء كان الأسماء معلنة أو غير معلنة سيكون لها نصيب كبير في تشكيل المجلس القادم. بالتأكيد الحزبية ستنجح، وقد تكون من استراتيجيات الأحزاب أن لا تعلن عن هذه الأسماء، ولكن ستظهر هناك قوة لهذه الأحزاب في المجلس القادم. والله احنا نتمنى من الله أن يكون برلمان قوي، فهمتوا شلون، عشائريا او حزبيا ما بهمنا الامور هذه، المهم انه يكون مصرب والمصالح للمواطن وللدوله. والله لا اعتقد، انا بعتقد انه عشائري، وما عندي مانع اصلا يكون عشائري، بس نفس العشائر تنتقي انسان يتقي الله
ويعمل للوطن، مش لعشيرته او لجاره او فلان. الحزبيه عندنا لسه ضعيفه جدا جدا، انا بعتقد ما لها وزن ولا تشكل اي شيء. البرلمان راح يكون يغلب عليه الطابع العشائري، وبالنسبه للاحزاب راح تكون يعني غير مرغوب فيها. معالي أبو حابس، الأحزاب وأنت رجل حزبي، شو مدى تأثيرها على شكل البرلمان القادم؟ في القضية صعبة علينا، يعني في النهاية تأثير الأحزاب ما راح يكون الأحزاب الحقيقية. أنا مش مع الأخ مشان أبدأ فضل. اللي قال إنه سواء بشكل معلن أو غير معلن، الحزب من أجل أن يكون يثبت أنه موجود في الساحة يجب أن تكون جميع أسماءه معلنة وبرنامجه معلن، سواء على الدائرة الفردية أو في القائمة، مشان بكرة لما يشكل كتلة في البرلمان أقول صحيح هذا الحزب كان قائمته معلنة بالفردي بالدوائر الفردية وفي القائمة والناس انتخبوه، حتى لو كان من عشيرة أو مش مشكلة. هلا ممكن يكون بغض النظر فيش تناقض، أنا مش مع وضع التناقض بين العشيرة والحزب، مو في النهاية أو المنطقة، في النهاية أبناء الأحزاب هم أبناء المجتمع. منين جايين؟ جايين من القمر، من نستورد الناس. أنت مش مع التحالفات تحت الطاولة؟ أنا مش، لا مهم، لأنه سيدنا حكى عن حكومة برلمانية. نعم. حكى في أكثر منا الحكومة البرلمانية لا تتشكل، مضمون الحكومة البرلمانية في الأساس أن تتشكل من كتل سياسية لها برامج اقتصادية معلنة واجتماعية وسياسية، مشان هيك أنا بنتخبها، وبعدين إذا ما لم تطبق برامجها أو أساءت بعاقبها وما بنتخبها. نعم. ببساطة جدا. أما هي مش أنا بجيب بعدين بجيب ناس سريين وبحطهم زي هي فريق ريال مدريد وبرشلونة، أنا بدي أشتري يعني أحسن لعيبة وأجيبهم، هذا ممكن ينطبق على فريق كرة قدم. بالمناسبة مين بتشجع أنت؟ ريال مدريد؟ برشلونة. برشلونة. هذا بينطبق على فريق كرة القدم لكن مش على مفهوم الكتلة الحزب السياسي، مشان هيك. نعم. يعني واضح جدا، بديش أكون أنا متشائم، لكن الأحزاب سوف يكون ليس بال يعني يمكن يكون يتحسن الوضع، وإحنا بنلاحظ إنه في الانتخابات البرلمان السابق كان عدد محدود جدا. صحيح. من حزبيين أو حتى جزء آخر هم حزبيين سابقين يعني، لكن ليس بالشكل المطلوب. ليس بالشكل المطلوب. لماذا؟ يعني خلينا نحكي بوضوح صراحة، جبهة العمل الإسلامي كانت تطرح قائمة معلنة وكانوا أولاد العشائر. طبعا. يعني من أولاد من جايين من القمر. على الأحزاب أن تقوم بنفس الطريقة، مشان أنا بأفرض بالمعايطة قالوا برشح فلان، قال له هو من حزب جبهة العمل الإسلامي، بديش أنتخبه، ما انتخبوش، أما نيجي. نعم. بعدين يطلع لي ولا هو بجبهة العمل الإسلامي، حتى لو قرابتي أنا عندي موقف سياسي مثلا، مش. نعم. يعني ضد جبهة العمل الإسلامي أو أي حزب آخر، فإذا يجب أن يكون معلنة، مش بعدين بشتري لعيبة وبشتريهم بصيروا في فريقي، هاي مش حكومة برلمانية. الحكومة البرلمانية انت صار الشراء خطيرة هاي بشتري. لا بقول في المستقبل يعني. آه. انا بحكي عن الحكومة اللي ممكن يصير، لانه هذا الوضع يعني يجب ان يكون واضحا. فانا اتمنى انه يوصل عدد اكبر الاحزاب، لكني. نعم. انا زي ما بقولوا توقعاتك يعني مش كتير متفائلة. ان شاء الله راح يتحسن الوضع، انا متأكد انه راح يتحسن عن البرلمان السابق 100%. نعم. راح يكون القوائم النسبية، القوائم الوطنية راح تساهم في خلق تكتلات معنية ببعضها. شكرا. وهذا بده يتطلب كمان بالمستقبل دراسة القانون الأصلح لخلق هذه الحالة. نعم. شكرا لك أستاذ أبو طير. موضوع الإعلام ودوره، وهون بنرجع منعرج مرة أخرى على حديث جلالة الملك في صحيفة الرأي وحث على دور أهمية دور الإعلام في المرحلة المقبلة. شو دور الإعلام برأيك؟ نعم، أنا أعتقد أنه جلالة الملك في كل مقابلات الصحفية أصلاً اللي إذا بنلاحظ بآخر يعني مقابل، خصوصا مقابلات هذا العام، سواء حتى بالصحافة الأجنبية وبالصحافة المحلية. نعم. اتطرق كثير على معايير الإعلام، أكثر إشي بيركز عليه معايير الإعلام اللي هي الحرفية، النزاهة، الشفافية، المصداقية، تتأكد من معلومتك وما يكون فيه شخصنة ولا اغتيال شخصية، ولا تنقل خلافاتك ولا مصالحك للورق أو للمواقع الإلكترونية أو للقنوات التلفزيونية. ولذلك إحنا هلأ أصلا في مناخ انتخابات، ويفترض انه يصير في فلتره كثير في بعض الممارسات اللي بتصير من بعض وسائل الاعلام، مش كلها يعني، ما حدا الا بيخطئ، ولذلك انه ما ناخذ احنا نهدم معايير الاعلام ويصير التزام بالمعايير المعروفه، وهي بالمناسبه مش معايير اردنيه فقط، هي معايير دوليه بتتجاوز عن كل التفاصيل والقضايا الشخصيه وبتركز على المهنه لها اصول. أبسط هاي الأصول أنك ما تدخل مآربك الشخصية بخبرك، بتقريرك، بمقالك، ولا تنقل أيضا خلافاتك،
وثالثا ما تضلل الجمهور باتجاه خاطئ او معلومه خاطئه لغايه ما. واعتقد في فتره الانتخابات بالذات لانه في صراع بين المرشحين وفي انفاق مالي وفي اعلان، اعتقد انه دور الاعلام بهاي الفتره تحديدا انه يحافظ على هذه المعايير قدر الامكان، من اجل انه احنا يعني نبني مدماك في اتجاه الانتخابات النيابيه يكون صحيح وما في تشويش. بس اذا سمحتي لي ثواني، انا باكد على النقطه الحكامة علي المهندس، احنا اليوم مش مرحله عمل سري ابدا. ايش يعني اقول انا روح وانزل وما في تعارض بين العشيره والحزب؟ طب مو انا كلنا ابناء عائلات وابناء عشائر، وانا يعني اتخلى عن عيلتي وعشيرتي عشان اكون ليبرالي ويعني جاي من كوكب. المهم انه انا اختار الشخص الجيد بالعشيره او بالعائله، الشخص اللي بيمثل كل الناس وبثق فيه والاصلح انه يمثلني. نعم. والنقطه الاخيره اللي بدي احكي لك اياها اللي هي مهمه، ما اليوم انا بدك تطلع معي برنامج كامل، اما اروح انا بعد الانتخابات تروح تعمل اتصالات او تدفع فلوس او تعمل اي وتكش النواب جداد وتدخلهم تحت سقف كتله، لا، انا بدي مسبقا اعرف شو برنامجك وشو كتلتك وشو حجم نجاحك او هزيمتك في الانتخابات النيابيه عشان نروح لهدف الحكومه البرلمانيه. وانا بهي النقطه باكد بانه برنامجنا برلمان 2013 يهدف الى توعيه المواطن وكمان نفتح منبر للناس لتوضيح كل العمليه الانتخابيه كيف تجري، ما وراءها برضو تفاصيل زي ما انتم الناس ما بتعرف، زي ما حكيتوا ما بتعرف كثير عن موضوع القوائم العامه الى اخره. هذا هو هدفنا، بدنا نسلط الضوء على البرامج الانتخابيه ايضا. على اي حال رح يكون هو برنامج مستمر لغايه إعلان النتائج يوم الاقتراع أيضا. معاليك في 30 ثانية إذا سمحت كلمة أخيرة. أنا أعتقد مهم جدا مشاركة المواطن في هذا الانتخاب، في الانتخابات القادمة، وأن يختار الشخص المقتنع الذي يقتنع أنه عنده إمكانية أن يكون له دور أساسي في البرلمان ويكون له يدافع عن مصالحه بغض النظر من مصالحه. مصلحته صاحب بنك يجيب واحد يدافع عن مصلحته، مصلحته موظف يجيب ينتخب، لأنه في النهاية ما يبكي ويشكي ليش النائب عمل هيك. في قضايا كثير اقتصادية واجتماعية وسياسية سوف تناقش، عليه أن يختار مش الأفضل، ما بقولش الأفضل، من يعتقد أنه يدافع عن مصاريه وعنده إمكانية يدافع عن مصاريه. شكراً معالي، كل الشكر لوجودكم معنا اليوم في أولى حلقات برنامج برلمان 2013. كانت حلقة فعلاً في غاية الأهمية والفائدة، وتحليل رائع جداً من ضيفي المهندس موسى المعيطة وزير التنمية الأسبق، وأيضاً الأستاذ ماهر أبو طير الكاتب في صحيفة الدستور والمحلل السياسي. شكراً جزيلاً لكم. إذن أعزائي، غداً يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برلمان 2013، وضيف الحلقة هو الأستاذ حسين بني هاني الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب للتعرف أكثر على تفاصيل الاستعدادات والعملية الانتخابية. تابعونا في 6:30 مساء يوميا. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.